هادو سعدات هما الناس هادو. راه الان كتوفر الانسان المال وكتوفر له الصحه، ولكن رغم ذلك الله سبحانه وتعالى ما باقي ما كتبليش. فهادو ربي سبحانه وتعالى كتب لهم، خصوصا مع عدد الحج، عدد الناس المؤمنين المسلمين الراغبين في اداء مناسك الحج. فماشي الكل اللي كان اللي راغب ربي سبحانه وتعالى كيكتبها له، يمكن يكتبها له في العام الجاي ولا العام الاخر، ولكن ذاك النيه وذاك الشوق راه ربي سبحانه وتعالى راه كي 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 كيحسب له، لان من هم بحسنه فعملها فله عشر حسنات، ومن هم بحسنه فلم يعملها لسبب من الاسباب تكتب له حسنه. هذه بشرى حتى الناس اللي ما يسرش اليوم الله تعالى. خصوصا مع الامور دابا الان، لان عدد الناس كيتسولوا هذيك القرعه شنو هي. القرعه هي حل، وحل يعني اخلاقي وحل شرعي، كما دزتي لها. لماذا؟ لان عدد الراغبين الحج اللي كيتسجلوا يفوق العدد المحدد لكل دوله، على اعتبار ان الدوله المستضيفه اللي هي المملكه العربيه السعوديه هي المسؤوله عن تنظيم هذا الحج، وهي مسؤوله على امن هؤلاء الحجاج، فكان لابد من تحديد العدد، خصوصا مع الزياده ديال المسلمين السكان بين المسلمين وزياده الراغبين في الحج. فهذيك القرعه كتجي حل شرعي وحل اخلاقي، الناس كلهم كيجيو كيتسجلوا وكدار القرعه. فالذي لم يوفقه الله، او لم بمعنى ما كتبلوش الله تبارك وتعالى في ديك السنه، فما يتقلقش عليه، لان الامر هكذا، بمعنى باقي ما توفرتلوش الاستطاعه. هذا الاستطاعه هما دخل فيها هذاك المال والقدره البدنيه، وحتى هذيك القرعه، لانه بعد ما توفر لك الامر وكنديروا القرعه، حنا باغيين 30,000 كتسجل 300,000، كي غنديروا؟ الا جينا نقولوا ديري تسجل ونحبسوا، غنبدا القيل والقال. فالافضل كل شيء تسجل ثم كدير ديك القرعه، فهذيك القرعه داخله في هذا الاطار. اذا هاد الناس هادو اللي اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم من بين هاد الملايين الالاف كما قلتي، وهاد الملايين راه ربي سبحانه وتعالى راه اختار لك فعلا. انت غادي للحج، غادي للبيت الله الحرام، انت ضيف على الله تبارك وتعالى، خص تستحضر هذا الشيء كله في الدين ديالك. اخي الحاج، اختي الحاجه، انت راه ما غادياش، ولا انت ما غاديش باش تدور، ولا غادي للنزهه، ولا غادي للسياحه، لا، انت غادي للعباده. وفين؟ في اطهر مقام. فين؟ في مكه اللي قال فيها الله تبارك وتعالى كيتكلم على البيت، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة اسم هي مكه، ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. انت ضيف الله تبارك وتعالى، فاستحضر مني يكتب لك الله ويقول لك في القرآن راه تختاريتي في القرآن قدام، يعني تشتي حتى اختاروك، جات القرآن فيك، ثم قمتي بالواجب الاداري كله، المسائل الاداريه كلها قمتي بها، والمسائل الطبيه كلها قمتي بها حسب توجيهات ديال الناس المسؤولين، ثم تعين لك نافذه، ماشي استحضر وانت غادي راك غادي لواحد المقام كبير. انت ضيف على الله، غادي لمكه، مكه اللي تولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كبر فيها، واللي نشأ فيها، واللي تزوج فيها، ودار وليداته فيها، وثم بعد ذلك اللي بدا فيها الدعوه، نزل عليه الوحي، ثم ديك التله ديال المؤمنين الصابرين اللي صبروا على الاذى، فعلا اللي صبروا على الاذى، هادشي كله خصو يستحضروا الانسان. ثم ديك البيت، ديك المقام، العظمه ديال المقام ديال البيت، الصلاه في بيت الله الحرام بمئة الف صلاه، رد بالك سيدي الحاج، ردي بالك، لا عندكم لا تضيعوا وقتكم في شي حاجه اخرى، ولا تقول لي الحل بعيد، واخا يكون بعيد باش ما بعد، سير سيدي صلي، لان الصلاه 100,000، تصور صليتي خمسه الصلوات في النهار، شحال هذيك؟ 500,000، يومين بمليون، شوف شحال ديال الخير. ولهذا هذيك الايه اللي درناها شعار لقول الله تبارك وتعالى، الحج اشهر معلومات، يعني في سوره البقره في نهايه الحزب الثالث وبدايه الحزب الرابع. قول الله تبارك وتعالى، فمن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ودوا إن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم قبلها من ضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول لك حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص من جاي إسلام، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. يعني كيفاش تبين لنا الحاج أن الحج يهدم ما كان قبله؟ دابا هذا الحديث هذا كيأكد ما قلنا في يستحضر الإنسان جلال المقام. راه أنت غادي لواحد المقام كبير جدا، مكة كلها حرام ولكن بيت الله الحرام عنده واحد المقام كبير. فالإنسان مني كيحج وكيأدي المناسك كلها وفق شرع الله، وفق ما جاء في كتاب الله، وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيخرج نقي طاهر لقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ياك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه او خرج من ذنوبه كما ولت امه. فالحج يهدم ما قبله، بمعنى انه داكشي اللي فات كله كيتبعها، يعني كيرجع طاهر كانه كيرجع بحال عاد تولد. فالاسلام يهدم ما قبله. هذا لما سيدنا عمر بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا عمر بن العاص لما جاء وسلم اعلن اسلامه هو سيدنا خالد بن الوليد سنه السابعه للهجره، جاء لعند سيدنا لعند سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحاضر عينه بعد ما تشاوروا خالد، قال له: ودي هذا الشيء اللي كنديروا فيه، كيبان بان هذا الدين هذا هو الحق، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه وفرح به من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر بن العاص، قال له: يا رسول الله، هذاك الشيء اللي كنت درت قبل الاسلام، وداك الشيء باقي فيا، وداك الاذى اللي كنا كنديروا للمسلمين، وداك الشيء كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله، وان الحج يهدم ما قبله، وان التوبه تهدم ما قبلها؟ الحج يهدم ما قبله، بمعنى داك الشيء اللي فات كله كيتبعها. ولهذا خص الحاج يستحضر هذا الشيء. انت راك غادي تغسل، يعني جميع الوقت ديالك استغله في هذا الامر. هذا عندك لا تمشي تضيع الوقت ديالك شي حاجه اخرى. انا قلت لك هذاك النظر في بيت الله الحرام، النظر في ذاك البيت، ذاك البيت اللي قال فيه الله تبارك وتعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. راه كاين بعض الناس ما كيف اللي كيبداو يتكلموا على لما كنقولوا هذا الكلام هذا، تنقولوا تيقول لك: لا البيت ما هذاك غير حجر. لا، ولكن هو حجر خاص، ربي خصو تبنى به ذاك البيت. هو ربي قال فيه إن اول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. لما قال مباركا ماذا نقصدوا بمباركا؟ اش كنقصدوا بمباركا؟ شو معنى المباركة؟ فيه البركة، الأعمال تبارك، تبارك لله، كيزيد يبارك، احنا كنقولوا كيزيد وكيبارك، بمعنى الأجر كبير. لما كيمشي للحاج الحجر الأسود وكيقبلوا وكيوضع عليه يديه، إذا كان إذا استطاع بلا زحام بلا مئة المؤمنين، لأن حرمة المؤمن أعظم عند الله. ياك، ولما كيمشي الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب ديال الكعبة وكيلصق صدره بالمسجد وحط يديه وكيبكي على الله، على واش هو داكشي من ديته الراس وداره؟ لا، راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابه راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. فنحن حين اي حاجه كنديروها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ان ذلك البيت مبارك، نعتقد ذلك ونؤمن به، كما ان ذلك الحجر مبارك، وغيجي غدا يوم القيامه وله عينان وله لسانان، لسان يشهد على كل من استلمه. فاذا هذه واحد الفرصه كبيره تخص الحجاج، لان الله يجازيكم بخير سعداتكم وطوبى لكم، والله يجازيكم بخير، ما تضيعوش وقتكم في شي حاجه اخرى، سيروا للجامع. اذا السؤال اللي خاص كل حاج من حجاجنا الميامين يطرحوا على نفسه: فين غادي ولاش غادي؟ ونعود اليكم بعد هذا الفاصل. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج هاد الشروط شنو هي؟ إذن الحاج لما كينوي انه غادي يدي هاد الفريضه، خصو اولا تكون النيه ديالو خالصه لوجه الله تبارك وتعالى. انا غادي نحج لاش؟ واش غادي نحج باش نمشي نجيب السميه باش يقول لي الناس الحاج؟ لا، انا ذاهب الى ذلك المكان لأؤدي هذه الفريضه امتثالا لامر الله تبارك وتعالى. انا كنمشي امتثالا لامر الله، ابغي رضا الله، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فالله غني عن العالمين. اللي ما بغى شيء راه الله غني عليه. ولهذا كل ما توفرت فيه الشروط ديال القدره الاستطاعه واللي قلنا فيها دابا الان، حتى القرعه دخلت، اللي اختارت القرعه ما يتراجعش،
إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب قاهر مرض أو شيء حاجة هكذا من معناته. فإذا أول شيء النية، إخلاص النية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه وحدة. الأمر الثاني أن العلم، بمعنى تعرف، بمعنى تعرف داك الشيء اللي غاش غدير، خص يكون عندك علم بأداء المناسك. لأن بحال مثلا كاين اللي كيقول لك أنا غادي نشبك في النبي، انا غادي، لا ماشي كذا. وكاين حاجه، كاين الحاج بعض الحجاج استاذ اللي كيعولوا على اللجنه العلميه تما، راه كاين اللي مزيان اللجنه العلميه عندها دور، ولكن خصو يعرف المناسك ديال بلاده. المعلوم من الدين بالضروره، داكشي اللي ضروري خصو يعرفه من هنا. وكاين دورات تكون كيديروا المجالس العلميه بتنسيق مع المندوبيات، وكاين هذه البرامج اللي كدير الان في القنوات الفضائيه سواء في المغرب او خارج المغرب. فالانسان خصو يبحث ويسول. انت غادي تحج خصك تسول، غادي تصلي خصك تعرف كيفاش تصلي، وقع لك شي حاجه في الصلاه خصك تسول كيفاش ترقع الصلاه. اما الانسان غير غادي يقول لك لا اللي داروها الناس نديروها، لا تسول. وهنا باش تدي المناسك ديالك وفق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الاتباع. اذا اولا اخلاص النيه لله، ثانيا الاتباع ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا المال الحلال. لا بد أن يكون ذلك المال من حلال. الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين، فقال يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالمال الحلال شيء مهم جدا، وحنا ما غندخلوش في الحيتيه ديال القبول والقبول، ولكن الذي نقول بأن الإنسان اللي مشى حج مال حرام تنقولوا ذاك الحج ديالو لا أدى المناسك حجه صحيح، والقبول راه لان الله قال لك ان الله الطيب لا يقبل الا طيبه. فيحرص الانسان على المال ديالو يكون من حلال، يكون من حلال. ثم كما قلنا التحلي بالاخلاق هذا شيء اساسي، هذا هو المهم كله. ولهذا ذكرنا في الفصل الفاصل ان الانسان باش يتحلى بالاخلاق، انت ضيف، والعاده ان الضيف مني كيمشي لعند شي حد، العاده في جميع الاخلاق الانسانيه كلها، لما كتدخل عند شي ضيف، الضيف ضروري كتحترمه، كتحترم المقام، لان صاحب مقام البيت من مقام صاحبه. ثم راه بيت الله، ثم راه مكه التي اصطفاها الله واقترضها، فان اول بيت وضع الناس الذي بكته، وربي قسم ببيت، وهذا البلد الامين، البلد الامين اللي هو مكة، فالبلدة التي حرمها اللي هي مكة. إذن فيستحضر الإنسان فين غادي، ومعنى هذا الأخلاق. منين كتبدأ؟ منين كتبدأ الأخلاق؟ كتبدأ مني كيقول لك جمع ورقاتك، صافي تختاريتي وجمع ورقاتك. تستحضر أنك غادي ضيف عند الله، تجمع ورقاتك وتتصبر، صبر تصبر على ان دوك الورقات اللي ما تجمعهم، وتمشي كتمشي وتعاود ترجع وكتلقى، لان العدد كثير ديال الناس، ماشي انت بوحدك اللي كاين. ملي كتسالي ثم لما كيقولوا لك انت غتسافر في الطياره، من تما كيبان واش فعلا، واش فهمتي الامر ولا ما فهمتيش. انت غادي راحل ضيف في الطياره، الطياره راه ماشي طوبيس، ماشي كار، لا البلاصه الاولى ولا البلاصه الثانيه، بهدوء ونتعاونوا مع دوك الناس اللي خدامين في الطائره، باش الطائره باش نمشيو في امن وامان. ولما ننزلوا عاود في المملكه العربيه السعوديه، نحترموا البلاد اللي حنا فيها، ونحترموا الناس اللي خدامين في المطار، ونحترموا كذلك حتى الناس اللي مصيفطاهم الدوله ديالنا، الناس ديال وزاره الاوقاف ومن اللجنه العلميه، حتى هما اللجنه الاداريه كذلك، وحتى كنوصلوا ومن يعينوا لنا المكان فين نقعدوا، نصبروا ونقعدوا ونديروا واحد القضيه في بالنا، راه ترى ما غاديش للدار، سيتغير المكان وسيتغير الجو وستغير الصحبه الرفقه، فبالتالي الناس مختلفين. كل شيء ديروا هذا الشيء في بالك. ثم بعد ذلك حينما تخرجوا من بيتك الى الشارع، الى في الطريق الى بيت الله الحرام، راه غتلقى مع ناس من دول شتى من العالم الاسلامي كله. اخلاق. ثم لما تدخل بيت الله الحرام، تستحضر المقام، تصبر. اولا الصبر، فعلا الصبر، الصبر الصبر الشديد، الصبر على الاذى، الصبر على 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 على, على, على تغير المكان، الصبر على على, على الحراره، الصبر على عدد ديال الامور. ثم الصبر على اداء المناسك، المناسك كتبغي قوه، تتبغي قوه، خاصه المناسك الحج، المناسك الحج تتبغي قوه وتتبغي صبر. وحنا سبحان الله العظيم كاينين ناس شفناهم حضرنا معهم ناس كبار في السن، عطاهم الله واحد القوه
عجيبة جدا، ولكن كانوا متخلقين، كانت الأخلاق هي اللي ساعدتهم. داك 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 السماحة، كيبقى حفظ اللسان، حفظ اللسان والقلب. تعرف انا واحد المره نعطيك غير واحد الصوره، كنا في ديك الساعه هادشي راه تنعاود لك في الثمانينات 82 83 فاش حجينا، كانوا دايرين غير شي روبينيات ديال الماء في عرفات في منن، ومشيت باش نعمرت انا القرعه ديالي، وغير الزحام شي واحد حط داك القنينه ديالو، وهي من زجاج، يعني لا ماشي من زجاج، من الميكا، ولكن فالبلاستيك، فضغط بها على الصبع ديال واحد اخر، الدم كيخرج، الاخر لا ساكت، ما الاخر ما ردش البال، والاخر ما ردش البال، ولكن الالم يعني الدم خارج، والاخر ساكت ما قال حتى شي حاجه، حتى حيد الاخر قاعد عاد خرج الاخر يدي، قال له اسمح لي ما شفتكش، يقول له ما كاين باس. هذاك الذي صبر على هذا، انت شوف دابا هذه صوره من الصور اللي شفنا، وممكن توقع لاي واحد فينا. داك الاخر ملي قلنا له شنو، قال لك شوف انا الان ضيف على الله، ما خصنيش نخسر الحجه اللي كان ممكن نرد على داك ولا ندفع ولا شيء، ولكن صبرت. فالاخر لما شاف داك الشيء حتى هو استحيا وقال ودي اسمح لي، وجا كيعنق فيه واسمح لي. هذه هي الصوره، حتى يمكن يوقع هذا الشيء، هذا ماشي، حنا ما كنقولوش انها الحاله يعني دائما كل في كلها، ولكن قد يقع في المصعد، قد يقع في الوطايل كذلك، في المصعد ديال السكن، قد يقع في اثناء اداء المناسك. بالتالي وبالاخص في مينا الاستاذ، بالاخص في الطواف، وفي السعي بين الصفا والمروه، ولما كتكون غادي في المدينه كاملي كيتجمعوا فيها كاع الحجاج كاملين، ولما كتكون في السكن كيكون هذا الشيء في كل مكان. عليك ان تستحضر انك ضيف على الله، ولما كتكون ضيف على الله تبارك وتعالى، كما قلت لك لما كيجي عندك شي ضيف وانت في دارك، كنقولوا احنا عندنا مول الدار ما يفرط، والضيف ما كيتشرطش. الله سبحانه وتعالى وعد الحجاج ديالنا، وعدهم عفوا، وعدهم بانه غيغفر لهم، غيغفر لهم. انت غادي لتما باش ربي يغفر لك، يمحي لك الذنوب ديالك، تجي من تما مغسول. ربي وعدك لهم استاذ بهذه المغفره. هنا في استحضار هذه الاخلاق، يعني خاص الحاج يستحضرها هو في البلد ديالو، وخاص يتزود بها هو في البلد ديالو، انطلاقا من قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. وغينا نعرفوا المعنى ديال زاد في هذه الآية الكريمة أستاذ. هو هذا التزود بالبر، بأعمال البر، يعني كل أعمال البر يدير الإنسان هو تزود يعني تتزود للقاء الله تبارك وتعالى، وتزود فإن خير الزاد التقوى. الزاد في العادة هو الزاد المادي. الزاد المادي، الإنسان ملي كيبغي يسافر كيدي مع لا بأس أنه ياخذ، ودي معك، لا دابا كل شيء متوفر تما الحمد لله، بلا ما يعذب الإنسان راسه، دي معك باليزه ديالك فيها حويجات ديالك ديال الاحرام وفيها المسائل باش تبدل الباليزه، ما تكثرش، كل شيء موجود تما، كل شيء موجود، الدواء ديالك دي معك، الورقه ديال الطبيب ديهم معك، الوثائق الاداريه ديهم معك، اللباس ديالك الداخلي والمسائل هذيك اللي ديهم معك، يعني واحد الحقيبه متوسطه هكا فيها الحوايج باش ما تثقلش، وكل شيء موجود تم، كل شيء موجود. اللي مهم الزاد هنا تزود هو بأعمال البر والخير، بالذكر، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بقراءة القرآن، بالدعاء. سير بكي على مولاك، بكي على مولاك تما، بكي عليه، ذكر النعم ديال الله عليك، الفضل ديالو عليك، أعطاك الوليدات، أعطاك المال، أعطاك يعني أعطاك الصحة، وجعلك من المؤمنين، وجعلك من المسلمين، ووفقك، طوبى لك وسعداتك، انت مشيت بكي وما تفلتش. انا كنعاود نقول لسادتي الحجاج، سادتي الحجاج، سيداتي الحاجات، ما تضيعوش ذاك الفرصه، الله يجازيكم بخير. هذاك اشوف بيت الله الحرام راه تيتجلى فيه الجلال ديال الله تبارك وتعالى، الجلال ديال الله تبارك وتعالى، هذاك راه بيت الله، وهذاك البيت الحرام وردوا لي البال، هذاك البيت الحرام هو في الارض راه متصل بشكل متوازي مع البيت المعمور في السماء السابعه اللي متكي عليه سيدنا ابراهيم الخليل، اللي شافوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرحله ديال الاسراء والمعراج. هذا نردوا او هذاك الطواف راه مهم جدا، وهذاك الصلاه وهذاك الذكر راه مهم جدا. فهذا هو الزاد، هو فان خير الزاد التقوى. التقوى شنو هي؟ التقوى ان تسير وفق منهج الله، كتربى تما وتنسى كل شيء،
فعلا راه غريب واللي ما ترباش تما السيده راه ما ترباش. واحد القضيه غريب ان الانسان يمشي حتى لتما ويقعد ليا في لوطيل للاسف. غريب غريب بمعنى ان هذا الانسان هذا مكه كلها حرام. مكه كلها حرام تيقول مكه كلها حرام ولكن بيت الله الحرام شيء والمكه شيء. بيت الله الحرام بوحده ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا الذي ببكه مباركا البيت الحرم الحرم المكي في عدد من المكي بس الانسان الاحرام تتحرم عليه ولا يدخلها الا المؤمنون للمسلمون إيه. ولكن بيت الله الحرام المسجد الصلاه في المسجد في المسجد الحرام المسجد الحرام هذاك البيت قلنا راه يعني راه متصل ببيت المعمور اللي تكلم عليه الله تبارك وتعالى في القران والطور والكتاب المسطور في البيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع. يعني الانسان يستحضر هذاك المقام. ما تمشي سيدي الحاج وتمشي سيدتي الحاجه الله يجازيكم بخير وكنعاود نقولها لكم الصلاه في ذاك البيت ب 100,000. تصور فقتي مشيتي صليتي الصبح ديالك تما وبقيتي قاعد حتى صليتي الضحى ورجعتي لدارك وكتقضي وعاود جيتي صليتي الظهر ورجعتي لدارك وعاود جيتي صليتي العصر وبقيتي تما حتى صليتي المغرب وصليتي العشاء وصليتي النوافل وجيتي لدارك راه تسقيتي فعلا راه تسقيتي شنو هنا الانسان ما خصوش يفلت هذه الفرص. فعلا نطلب من الله عز وجل لينا والمشاهد الكريم انه يسقينا بالتقوى وبالايمان. شكرا لك استاذي الكريم. لقاؤنا يتجدد بحضراتكم في الحلقه المقبله بحول الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.